ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية سيد قصي المعتصم. سيد قصي، بداية مرحبا بك. نائب وزير الخارجية الأمريكي صرح أن الولايات المتحدة أخطأت في الانسحاب من العراق، كيف تقرأ هذا التصريح؟ حقيقة سامر أن هذا التصريح هو ليس بالجديد، وإنما قبل في عملية تهيئ الانتخابات الأمريكية أيضا رئيس أوباما رئيس ترامب أيضا أشار إلى هذا الأمر. وحقيقة هو هذا كان فعلا خطأ كبير، لأنه سمح للفوضى أن تعم العراق دون أن يكون هناك رادع ولهيمنة إيران على العراق. الاستراتيجية الأمريكية يعني اللي كانت منذ السبعينات وليس الآن، هناك من يخطط للهيمنة على العراق لكونه يمثل خطر على الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه العمليات اللي بدأت منذ حرب عام 73 يعني عرفت إسرائيل أن عدوها الأساسي والحقيقي الذي يستطيع أن يقف ضدها هو العراق. نأتي الآن إلى الوضع الحالي. الوضع الحالي الاستراتيجية الأمريكية طبقا للمتغيرات الإقليمية والدولية أصبح العراق يعني هو المركز الحيوي لهذه المنطقة، وبالتالي التفريط به معناها تسليمه إلى إيران وتسليمه إلى حركات الإرهابية والإرهاب المضاد الذي ينتج من الأعمال التي تقوم بها الميليشيات المرتبطة بإيران. وما حصل في العراق اليوم تعلم الكل يعلم حجم الدمار اللي حصل على يد الميليشيات والجرائم اللي معروفة على مستوى العالم. النائب علي البديري أكد أن موقف العبادي لا يزال ضبابيا من الوجود الأمريكي في البلاد. برأيك أستاذ، ما مصلحة العبادي من بقاء أو رحيل القوات الأمريكية؟ العبادي إذا لاحظت هو كان يميل أكثر إلى الولايات المتحدة، يعلم أن الأوراق السياسية والتحكم بالعراق هو بيد الولايات المتحدة أكثر ما هو في إيران، والدليل أنه في عملية بسيطة فوضى في إيران أدت إلى انكماش كبير في قدرة إيران على التحكم بالمناطق التي خلقت فيها فوضى، وبالإمكان أن ينتهي الدور الإيراني أو يحجم على الأقل. لذلك هو يعلم أن الولايات المتحدة هي يعني ظهير له أفضل من إيران مع بقاء التواصل مع إيران بدرجة معينة، ولذلك هو يعمل على هذا الاتجاه، والولايات المتحدة تجد فيه يعني أقرب من الآخرين لتنفيذ سياستها في العراق، ولذلك هذا يتطابق مع استراتيجية الأمريكا للبقاء الطويل الأمد في العراق وعدم السماح لتبديد ثرواته. ولكن القوات الأمريكية يعني انسحبت من العراق عام 2011 بحسب ما صرحت وبحسب ما تقول، إلى أي مدى ترى أن هذا الانسحاب هو انسحاب حقيقي؟ هو فعلا كان في ذلك الوقت انسحاب حقيقي، كان هناك 180 ألف جندي أمريكي، وبدأ الانسحاب على مراحل إلى أن وصل إلى عدد المتفق عليه ضمن الاتفاقية الأمنية الذي كان هو 15 ألف أمريكي يبقون، 8000 موظف و7000 مستشارين، ثم زيد عن عليها بعد دخول داعش 2014. التقديرات يعني التقريبية أنه الجيش الأمريكي الآن في العراق يتجاوز 20 ألف جندي. وحضرتكم في تقريركم قبل قليل قلت أن هناك 6 قواعد وهناك 6000 جندي، وأعتقد أن هذا الموضوع. سيد قصي، فيما يخص الاتفاقية الأمنية التي وقعت عام 2008، إلى أي مدى ترى أن العراق قد استفاد فعلا من هذه الاتفاقية؟ العراق لم يستفد من الاتفاقية الأمنية، لهذه الاتفاقية الأمنية اللي حصلت يعني لصالح القوات الأمريكية أن تبقى تراقب الوضع عن كثب، ولكن حقيقة الأمر أنه الانسحاب اللي حصل آنذاك ترك فراغ أمني كبير دون أن تكون هناك حكومة أو جيش قادر على أن يحمي العراق، بدليل أنه اندفاع إيران بشكل كبير وسيطرتها على أغلب مناطق العراق ودخول الإرهاب إلى العراق أيضا، هذا كله يعني أعطى مؤشر أنه لم تكن هناك قوات جاهزة للدفاع عن العراق، خاصة في هذه الحكومة الطائفية التي تهمش نصف الشعب العراقي ودمرت مدنه. مع تولي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يعني مع صعوده إلى البيت الأبيض، يعني صار الحديث عن تقليص النفوذ الإيراني في العراق وفي المنطقة، هل من مؤشرات تراها فعلا موجودة على الأرض يدل أو تدل على ذلك؟ أعتقد هو أكو مؤشرات موجودة لم تعلن البعض منها، ولكن من خلال اطلاعنا
والمعلومات نستقيها من عدة وكالات أنه الجيش الأمريكي بدأ يزداد في العراق لكون التمدد الإيراني ليس لا يمثل خطرا على العراق وعلى سوريا ولبنان والكيان الصهيوني كما ادعوا، ولكن هذه الأموال الكبيرة التي يستحوذ عليها من خلال العراق تجعل موقف قوي في المفاوضات النووية وفي تمدده في مناطق أخرى وفي تأثيره على. لا يرى أي مؤشر على تحجيم النفوذ الإيراني في العراق من قبل أمريكا؟ البعض لا يرى أي مؤشر على أن الولايات المتحدة قامت بتحجيم النفوذ الإيراني في العراق. يعني لوجهات نظر أنا أعتقد أن ضرورة يعني أجبرت الولايات المتحدة على تحجيم دور إيران وليس محبة للعراقيين أو حفاظا عليهم. المصالح الأمريكية بدأت تتأثر كثيرا. أعلن الرئيس ترامب أنه يود أن يستفيد من أموال العراق للتعويضات الخسائر اللي خسرتها القوات الأمريكية، هذا معلن، وحتى إعطاء الدول الأخرى اللي شاركت في العدوان على العراق واحتلاله. إذن الأموال الموجودة الآن تستحوذ عليها إيران لتقف ضد مشروع أمريكا في المنطقة وتهدد أصدقائها وتتمسك مشروعها النووي لكون الحصار اللي مفروض عليها من قبل أوروبا أو أمريكا لم يعد له تأثير بسبب الموارد التي تأتيها من العراق. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ قصي المعتصم، كنت معنا عبر الهاتف من لندن الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية.